في هذه الحلقة أريكم كيف يمكن لهذه الكاميرا أن تحمي حياتنا خلال السفر. في نظام الكاميرا هذا يمكننا أن نرى كيف تشع المتفجرات، كما يشع القميص الأبيض اللون من خلال الأشعة فوق البنفسجية. تقوم المتفجرات بشيء نفسه حتى نتمكن من رؤيتها. وأنا أريكم كيف العلبة السوداء الخاصة بالطائرات وجدت طريقها إلى المستشفيات. الصندوق الأسود الذي طورناه يضيف عامل التنبؤ إلى الصندوق الأسود المتوفر عادة في الطائرات. أهلا بكم في لويب، أكبر المعارض الأوروبية المتخصصة في تقنية المعلومات. أنا هنا إلى جانبي 3000 من المتخصصين في هذا المجال. كما ترى لدينا هنا أكثر من 300,000 تغريدة حول المؤتمر خلال 3 أيام. نحن نستطيع رؤية التوزيع الجغرافي لتلك التدوينات، وإذا رغبنا نحن قادرون على اختيار دولة معينة لرصد التدوينات التي تصدر منها حول هذا الموضوع. فلنجرب هنا مع فرنسا.